السلام عليكم ورحمة الله. سنتعرف في هذا الفيديو على عملية المونتاج وعملية تسجيل الشاشة باستخدام برنامج PowerPoint 2019. نبدأ الآن، نفتح برنامج PowerPoint. عرض تقديمي فارغ. أولا نبدأ بعملية تسجيل الشاشة. كيف نقوم بتسجيل الشاشة من خلال باوربوينت؟ نضغط على إدراج، والآن تسجيل الشاشة نضغط عليها. هو قد فتح الآن الصفحة الخاصة بالتسجيل. أختار أحدد المنطقة. إذا أراد تسجيل كل الشاشة فأختار جميع الشاشة وأضغط على تسجيل. الآن يقوم بالتسجيل. هذه إيقاف مؤقت. إذا أحببت التوقف والمعاودة فيما بعد أضغط عليها. إن أردت الإنهاء أضغط هنا. سيقوم باوربوينت تلقائيا باستدراج الملف هنا. الآن أستطيع تشغيل. الآن يقوم بالتسجيل وأستطيع حفظ الوسائط وأختار المكان الذي أريد أن أحفظ عليه الملف الذي قمت بتصويره. مثلا نختار سطح المكتب ونضغط حفظ. الآن لو توجهت إلى سطح المكتب سأجد الملف قد تم تسجيله أو تم تسجيل الشاشة. الآن يقوم بالتسجيل. هذا الذي قمنا بتسجيله. إذا هذه الخطوة الأولى لتسجيل الشاشة من خلال باوربوينت. الآن يمكن عمل مونتاج كامل متكامل للفيديو من خلال برنامج باوربوينت. كيف؟ إذا أردت عمل مثلا مونتاج لهذا الملف أضغط على زر الفأر الأيمن وأختار كوبي أو نسخ إذا كان باللغة العربية الويندوز، ثم أتوجه إلى باوربوينت وأضغط لصق. الآن في هذه الحالة يجب تكبير الفيديو ليلائم الشاشة ككل. يجب تكبيره حتى يتلائم مع كامل الشاشة. يمكنني الآن إضافة شعار، ويمكنني إضافة نص، ويمكنني إضافة ما أريد. مثلا أريد أن أضيف نص. مثلا أريد أن أضيف مثلا شعار قناتي، قناة نور، وأضعه هنا. ويمكنني عمل حركة مخصصة له أيضا من خلال الحركات، لكن يجب أن تكون هذه الحركات تلقائية. يجب أن تكون جميع الحركات تلقائية. نختار من هنا التوقيت دائما نضعه بعد السابق. نضغط موافق. الآن ملف الفيديو حتى يتم حفظه بطريقة صحيحة يجب إدراج حركي له، ألا وهي تشغيل. بعدما أضغط تشغيل أتوجه إلى جزء الحركة من هنا وأضغط ضغطا مزدوجا عليها، ثم التوقيت، ثم أضغط مع السابق أو بعد السابق. يفضل بعد السابق، وأضغط موافق. إدراج أي صورة، أي ملف، أي شيء على الفيديو ويتم حفظه مع الفيديو. الآن كيف يتم حفظ الفيديو من خلال باوربوينت؟ أضغط على ملف، أضغط على حفظ باسم، أختار سطح المكتب أو المكان الذي أريد حفظ الملف به. الآن حفظ كنوع، هذه يجب تغييرها إلى MPEG4 أو إلى Windows Media Video. نختار، أنا أفضل MP4، وهنا أضع اسم الملف اختبار مثلا، نجعل اسم الملف، ثم نضغط حفظ وننتظر قليلا. هنا الباوربوينت يقوم بعملية الحفظ. يجب عدم إغلاق باوربوينت، يجب أن ننتظر حتى يصل هذا المؤشر إلى النهاية لضمان إنهاء عملية الحفظ ولضمان عملية المونتاج كاملة. نتأكد من الملف هل تم حفظه بطريقة سليمة. نضغط على اختبار. لماذا؟ يجب أن نحدد الآن الشريحة وتكون مساوية للفيديو. الفيديو كم مدته الآن؟ نصل إلى الفيديو 37 ثانية و19 ثانية. إذا نضغط هنا 37 ثانية و19 ثانية ونتخلص من عند النقر بالفأرة، ونتخلص من هذه إلى أقل درجة. يجب عمل هذا. إذا كان الفيديو مدته مثلا دقيقة، اختار من هنا دقيقة. إذا ساعة اختار ساعة. الآن فلنضيف مثلا نص أو حركة أخرى، مثلا نضيف مثلا السلام عليكم، مثلا السلام عليكم، ونعطيها حركة مخصصة. نأتي إلى حركات، ثم نختار مثلا أي حركة، نختار مثلا تحرك للداخل، يجب أن تكون تلقائية. نأتي من هنا نضغط ضغطا مزدوجا، التوقيت بعد السابق. إن أردت أن تكون حركة النص بالحرف، أغير من هنا الحرف وأضغط موافق. والآن كما فعلنا بالمرة السابقة نضغط على ملف، ثم حفظ باسم، ثم نختار المكان الذي نريد الحفظ به. ويجب تغيير نوع الملف إلى MPEG4 أو Windows Media Video WMA أو MP4 كما تشاءون، ونسميه اختبار 2 مثلا. ثم نضغط حفظ وننتظر. كما أخبرتكم سابقا يجب أن ننتظر انتهاء هذا الحفظ حتى يصل إلى النهاية. لو حاولت الخروج يتم تصدير هذا العرض التقديمي حاليا إلى فيديو، سيؤدي إغلاق العرض التقديمي إلى إجهاض كافة عمليات التصدير المعلقة لهذا العرض التقديمي. هل تريد الإغلاق؟ طبعا أكيد لا. يجب أن ننتظر انتهاء عملية الحفظ ليكتمل الفيديو. ننتظر قليلا حين الانتهاء من عملية الحفظ. لم يتبقى إلا القليل. طبعا لو أنزلنا هذا إلى الأسفل نجد أن الملف قيد الحفظ. ها هو قيد الحفظ. الآن اكتملت عملية الحفظ. لنختبر. فيديو ويمكنك إضافة ما شئت عليه من إضافات من خلال استخدام باوربوينت. فباوربوينت برنامج كامل متكامل للمونتاج. هل يمكن أن أضيف مقطع آخر على باستخدام باوربوينت؟ نعم يمكنني. ما أقوم به هو نسخ للشريحة هذه، أو بضغط انتر تضاف شريحة جديدة. هنا يمكنني إضافة مقطع آخر. مثلا أضيف نفس المقطع، وكذلك أقوم بالعمليات السابقة. يجب تحديد طول الشريحة. من هنا أزيل هذه عند النقر وأجعلها ملائمة لطول الفيديو، وأقوم بعملية الحفظ. وكذلك يجب إدراج حركي ثم تشغيل وتلقائي، وأقوم بعملية الحفظ. سيتم دمج الشريحتين في فيديو واحد مستقل. هل يمكن أن أحول صوتي، أحول أنواع الفيديو باستخدام باوربوينت؟ نعم يمكنني. مثلا سنقوم بالتخلص من هذه، لا تلزمنا الآن. سأتخلص منها. مثلا عندي ملف امتداده 3GP، لدي هنا ملف امتداده 3GP، هذا الملف امتداده 3GP، أريد تحويله إلى MP4 بدون 3GP أو إلى WMV Windows Media Video. العملية سهلة جدا، أقوم بعملية النسخ لملف الفيديو وأقوم بإلصاقه داخل PowerPoint Copy Paste، ثم أقوم بتكبير الملف ليكون على ملء الشاشة، وكذلك أرى كم هي نسبة الفيديو أو طوله، 7 ثوان و89 جزء. أنتقل إلى الانتقالات، سبع ثوان ولقد نسيت 7 ثوان و89 جزءا. الآن يجب إضافة حركة، ألا وهي حركة التشغيل، وأحولها من هنا إلى تلقائيا وليس بالنقر. إن لم أفعل ذلك لن يعمل الفيديو بشكل جيد. بعد السابق وأضغط موافق، ويمكنني إضافة ما شئت من نصوص ولوجوز، شعارات، أي عملية مونتاج، ويمكنني كذلك القص وقص الفيديو وعمل أي شيء خاص بعمليات المونتاج. شكل الفيديو يمكنني أن أضع الفيديو بهذا الشكل، يمكنني كذلك عمل 3D من هنا، يمكنني تصحيح اللون، يمكنني اقتصاص الفيديو، لقطة لا تعجبني يمكنني إزالتها. يمكن عمل فيديو أو يمكن عمل مونتاج كامل متكامل للفيديو من خلال باوربوينت. الآن نقوم بالتفحص أو بالاختبار. ملف، حفظ باسم، اختار المكان الذي أريد حفظ الملف عليه. أفضل هنا MPEG4 فيديو MP4، ونضع مثلا اسم الذي نريده، مثلا تحويل، ثم أضغط حفظ. الآن سيتم التحويل من 3GP إلى MP4. أقوم بالانتظار ريثما ينتهي باوربوينت من الحفظ. عندما ينتهي باوربوينت من الحفظ سيتم تحويل الملف إلى MP4. وإن أردت إضافة نصوص، إضافة شعارات، إضافة ما شئت، إضافة مقطع آخر للفيديو، فهذا عائد لك. يمكنك الاستغناء عن أي ملف مونتاج بباوربوينت. باوربوينت 2019 وأعتقد 2016 كذلك، برامج قوية جدا في عملية المونتاج. أوشك على الانتهاء، ها هو انتهى. لنرى الآن، قمنا بتسميته تحويل، لنرى. نعم، تم تحويله إلى MP4 أي كما رأيتم الآن. قمنا بعملية تحويل الفيديو إلى مدور كما يظهر أو إلى شكل قوي. إذن بالمختصر الشديد، يمكن استعمال باوربوينت 2016 أو 2019 لعمل مونتاج كامل متكامل للفيديو. السلام عليكم.